استضافت المنظمة الوطنية للسياحة الشبانية والمحافظة على البيئة والمورد الثقافي عدد من الحرفيين قدموا من ولايات مختلفة، من ولاية بجياية، ولاية تيزي وزو، ولاية سطيف، ولاية مدية، ولاية بليدة، ولاية تقرت، ولاية المغير، لتقديم أو عرض منتجاتهم التقليدية والتعريف بموروثهم الثقافي بهذه الولايات. المشاركة كانت جد يعني قيمة واستحسنها الكثير من المشاركين. اليوم يصادف اليوم العالمي للسياحة، شاركت جمعية بيازرة للصيد بالكواسر والحفاظ على التراث البيزاري، شاركت في هذا اليوم لكي تنشر هذه الثقافة وهذا الموروث الثقافي عبر الأجيال.